يلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. علشان اوريكم قد ايش مارفل مره حيوانات، قبل كم يوم طلع واحد من موظفي المؤثرات البصريه اللي سبق واشتغل مع مارفل وكبل عشا حق اداره مارفل فوق ما هو مكبوب اصلا. احنا تكلمنا في فيديوهات سابقه عن هذه الجزئيه وقد ايش انه مارفل مره قليلين حياه ويضغطون على الموظفين تبع المؤثرات البصريه بشكل مره جنوني، بل انها تخليهم يكرهون ام حياتهم، وبعد ما يخلصوا المشروع اللي في يدينهم يمشوا يستقيلوا، ما عاد يبوا يشتغلوا من كثر الهم. عموما الذبان اللي طلع قبل كم يوم ومعاه كم واحد يقول انه وقت ما كانوا يشتغلوا على مسلسل واندا فيجن، شوفوا اللي نزل قبل كم سنه، يمكن سنتين او ثلاثه، اداره مارفل كانت تعطيه شغل اكثر من طاقته، وموعد تسليم للشغل مش منطقي مع الشغل اللي هم معطين. يعني تخيل يعطوك شغله مفروض تخلصها في 10 ايام، هذا الطبيعي، ويقولوا لك خلصها في 3 ايام. اوتش. فيقول حرفيا كنا نضطر، مش هو بس، هو والفريق اللي معاه يقول كنا نضطر نشتغل اكثر من 16 ساعه واحنا متكين داخل استوديوهات مارفل نشتغل لهم. يا رجل كميه موظفين بؤساء في شركه مارفل ما كنا ندري عنها، ايش هذا؟ نشوف افلام مره رهيبه، نشوف اعمال مره مؤثرات بصريه، اتكلم من زمان يعني، شغل مره محترم ومرتب، ولكن من هم البؤساء الذين قاموا بهذا العمل؟ ناس مساكين جالسين يلطمون لطم، وفوق هذا كمان ما في فلوس كويس. وكالعادة الموظف هذا والموظفين اللي معاه اللي كانوا يشتغلوا على المؤثرات البصرية في مسلسل وان ديفيجن يقول سلمنا المشروع، قرفنا، كنا نيجي الصباح ما نخرج إلا قريب منتصف الليل من المكتب، خلصنا مشروع وان ديفيجن، قدمنا استقالة، سلام عليكم يا مارفل، أبوكم أبو اللي يشتغل معاك. وبيني وبينكم الله لا يلومهم، والله الناس يلا يلا يشتغلوا 8 ساعات وهذا تكدهم 16 ساعة في اليوم الواحد. اوتش. وفيلم بلو بيتل يا جماعة قدر انه يجمع حوالي 81 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي في ثاني اسبوع عرض له في صالة السينما. اي نو الفيلم يعتبر خسران للأسف، لأنه ميزانيته 120 مليون كإنتاج للفيلم غير الملايين اللي انصرفت في التسويق للفيلم. فما أدري على هذا المعدل، 120 مليون اللي خسروها على إنتاج الفيلم مرة بعيد. عموما الفيلم متاح في صالات السينما حاليا، إذا تحبوا تتابعوه تقدروا تتابعوه، فيلم مناسب لمن هم فوق 15 سنة، أبطال خارقين، وما يحتاج تتابع أي فيلم من أفلام DC عشان تروح تتابعه. وإذا تابعت الفيلم اكتب لي رايك في التعليقات. وبمناسبة مرور 30 سنة على عرض الفيلم الأول من سلسلة جيراسيك بارك الشهيرة، قررت الشركة وقالت يا عمي مرت 30 سنة على الفيلم، خلينا نطرحه في صالات السينما، منها الناس تنبسط يعني ايش كذا، ايش حنين ونستالجي وفلة، ومنها كمان نجيب شوية فلوس. وبالفعل الفيلم قدر انه يجيب 1,700,000 دولار. فيلم نزل قبل 30 سنة جاب مليارات زمان، ونزله مرة ثانية في السينما جاب 1,700,000. أنا ما باك تشوف الموضوع من وجهة نظري أنا وإنت اللي لسه يعني إحنا نعتبر من الجيل الجديد. تخيل إنه قبل 30 سنة وقت نزول فيلم جراسيك بارك الأول أنت كان عمرك وقتها 20 سنة أو 18 أو 17، ورحت شفت الفيلم في السينما واستمتعت، وقتها كان الفيلم ثورة في السينما، ديناصورات وبارك وفلة ومدري إيش. واليوم وبعد 30 سنة شفت أنت متى شفت الفيلم؟ أوه زمان وأنت صغير صح؟ ترجع تشوف الفيلم مرة ثانية وفي صالات السينما. لو عبين كمية الحنين اللي راح تجيكم وانتوا قاعدين تتابعوا الفيلم في السينما لو انك من الجيل القديم اللي شافوه فعلا قبل 30 سنة. انا جالس احاول اشوف الموضوع من ذي الجهة لانه بيصير مثير للاهتمام اكثر. عموما الفيلم جاب 1,700,000 دولار مثل ما قلنا فقط من اعادة طرحه ومن دون اي تسويق ومن دون اي شيء، كذا بوم حطوه في السينما ويلا الناس اتفرجت وجاب 1,700,000. والمخرج دينيس فيلانوف يقول لو انه نجح في اخراج ثلاثية دون، يب احنا الحين باقي بنشوف الجزء الثاني وكمان في جزء ثالث، فيقول لو انه نجح في اخراج هذه الثلاثية وتمت بالشكل المطلوب وعلى خير ومثل ما كان يتوقع، فراح يشتغل على جزء اضافي وراح يكون اسمه دون مسايا او دون المسيح. طبعا المسيح هنا تعريف مختلف غير المسيح اللي احنا نعرفه، ولكن قصة مسيح عالم دون موجودة في رواية عالم دون، وهي جزء مهم جدا في قصة عالم دون، مثل ما السيستر هود موجودين ولهم قصة منفصلة ولها تفاصيل كثيرة داخل هذا العالم. واعتقد والله اعلم انه السيستر هود لهم برضو مسلسل شغالين عليه اذا ما خاب ظني، اعتقد. وبالحديث عن فيلم دون الجزء الثاني يا جماعة، وللأسف الشديد جدا اقولها وانا ممغوص
صدقا تم تأجيل الفيلم لكم شهر إضافي قدام. عارف ليش ولا أذكرك إيش ممكن يكون السبب؟ ياب إضراب الممثلين والكتاب اللي متى ينتهي الله أعلم. بالله تخيلوا إلى يومنا هذا بالرغم من الحراك العجيب اللي قاعد يصير في هوليوود إلى الآن الاستديوهات ما تجاوبوا نهائيا ولا قالوا أي شيء. يا ولد مطالبنا، يا ولد رواتبنا، يا ولد أجورنا، يا ما في أي تجاوب. حتى لو في تجاوب يكون تافه جدا. يا عمي حرفيا الحملة صاروا كذا، وصلوا إلى تلخيص كذا، إيش متطلباتكم؟ انصفونا كذا، انصفونا انصفونا انقذونا. والله ما عاد صاروا يطلبوا كثير، انصفونا بس، اعطونا رواتب كويسة، احنا والكتاب والممثلين اعطونا رواتب كويسة. عموما بنرجع لموضوع النقابة والإضراب هذا بعد شوي. فيلم دون الجزء الثاني يا جماعة تم تأجيله شويتين، اوكي مش شويتين، والله تم تأجيله كثير، تم تأجيله الى شهر مارس من سنة 2024، يعني بعد حوالي 8 شهور. يعني لو امك او زوجتك او اختك حاملة في الشهر الاول الان بتخلف تقريبا وقت نزول فيلم دون. شفتوا كيف اهو اثار الحملة بدأت تظهر، الناس صارت تبعد افلامها من العرض هذه الايام، التسويق صعب، المدري ايش صعب، فلا دف الافلام شوية، بعدها شوية، لانه لو ظهر اثار الاضراب مستقبلا نكون احنا اوريدي جاهزين وما عندنا اي مشاكل. افلام كثيرة تأجلت، افلام كثيرة تكنسلت، مسلسلات كثيرة توقف تصويرها، ودون احد الافلام اللي تم تأجيل عرضها للاسف. لورنس بيو يا جماعة تقول انه كريستوفر نولن لما اعطاها دورها في فيلم اوبنهايمر اعتذر منها، قال لها انا اسف، والله انا اسف اني اعطيتك دور مرة صغير زي كذا. لورنس بيو تقول طلعت فيه كذا قلت هذا من جد استهبل، انت كريستوفر نولن يقدم لي دور واقول له لا تستهبل؟ يا عمي لو ايش ما يكون بسيط، حرفيا قالت لو اعطيتني دور صانعة قهوة في احد الكهوف في غرفة صغيرة، مدري كيف كهف غرفة صغيرة وصانعة قهوة، هي قصدها انه قد ما تعطيني دور بسيط جدا ما راح اقول لا. يا عمي كريستوفر نولن احد يقول لا لكريستوفر نولن؟ نولن بس يحط كذا في عندي فيلم، ابغى ممثلين كل هوليوود تيجي ركض، ابغى اظهر في فيلم مع كريستوفر نولن يقلع ام الزحف. نرجع لموضوع اضراب الممثلين والكتاب شوي. إلى الآن يا جماعة مر على الحملة أكثر من 110 أيام، وإلى الآن الاستديوهات رافضة تماما إنها توافق على المطلب الرئيسي وهو إنصاف الممثلين والكتاب برواتب منطقية. أنا ما أعرف وش حجة الاستديوهات وليش رافضين وليش إلى الآن مرت 110 أيام وما ردوا، ولكن حرفيا الاستديوهات حاليا مسوين نفسهم إذن من طين وإذن من عجين، لا نسمع لا نرى لا نتكلم. أتوقع يا جماعة أنه الفكرة كمان يحتاج لها شوية تفكير. أنت يا هوليوود، أنت يا استوديو، لو كل شوية بتطلع لي ناس شايلة رايات وتضارب في الشارع بقعد أقول لهم أوكي لكل طلب يقولوا، ما بتصير الدنيا فوضى. بكرة تطلع لي حملة إضراب أنصفوا المثليين والمثليات والمتحولين في السينما، وبعدها تطلع لك أنصفوا المتنوعين عرقيا ولمن عارف إيش في السينما. ما تدري وش الحملات اللي ممكن تطلع عليك لو إنك أتفاعلت بسرعة كذا مع أي حملة تطلع. فأتوقع، أنا قاعد أحاول أحلل الموضوع، ترى ماني قاعد اقول كلام رسمي، قاعد احاول احلل الموضوع. فاتوقع انه الاستديوهات حاليا يقول لك لا يا ابوي اصبر، خلهم يتضاربوا شويه، خلهم يهبدوا شويه، خلهم يذوقوا مر الاضراب هذا، وبعدين نوافق على المطالب تبعهم. اللي بقوله لكم ان الاستديوهات عندهم رساله بيوصلوها، مثل ما المضربين او الحمله هذه عندها رساله يوصلوها، لانه موضوع رواتب الممثلين والكتاب ترى حرفيا مره موضوع تافه. شركات الانتاج تقدر تعدله كذا، لانك لو تيجي تشوف الفيلم يكلف 100 مليون ايراداته توصل 300-400 مليون، يقدروا منها يطلعوا نسبه بسيطه ويكرموا الممثلين والكتاب ويخلوهم يعيشوا في سبات ونبات، وبرضه ما زالت كسبانه شركات الانتاج والاستديوهات. فحل المشكله مره بسيط، لكن متى يتم تطبيقه الله أعلم. مثل ما قلت زمان، الحملة قد تطول ولكنها راح تنتهي لا محالة، لازم تنتهي، وغالبا قبل نهاية السنة راح تنتهي الحملة. إد بون يا جماعة صانع لعبة مورتال كومبات الشهيرة بالعنف والدموية والتقطيع والتكسير، لعبة دموية، لعبة تخش كذا تطلع طاقتك السلبية جواتها، يقول انه يتمنى انه يشارك في صناعة لعبة قتالية لعالم مارفل وعالم دي سي. وانا من ناحيتي اقول ليش لا، تخيل انك تشوف سبايدر مان قاعد يقطع راس هولك، ولا هولك قاعد ينتف لك ثور، بتكون في عنف ودموية كذا ما شفناها في عالم مارفل ولا شفناها في عالم دي سي، فقط في عالم مورتال كومبات ممكن تشوف هذا النوع من العنف. وعلى طاري لعبة مورتال كومبات يا جماعة، راح ينزل لها جزء جديد ما اعرف متى، ولكن يفترض انه قريب جدا، ممكن في الشتاء هذا اعتقد اذا ما خاب ظني، وصححوا لي لو اخطات. عموما مثل ما انتم عارفين ومثل ما عشاق
اللعبة عارفين لعبة مورتال كومبات تتسم بالعنف والقسوة والدموية جدا، وفي نسبة جيدة من الأشخاص مثل ما قلت لكم يروحون ينفسون عن غضبهم داخل هذه اللعبة. فيها عنف، فيها جرأة، فيها شيء كذا تمارس العنف ولكن بشكل افتراضي، يعني تطلع اللي في قلبك بس مش على بشر حقيقيين، لا على ألعاب. عموما اللي يهمنا من هذا الموضوع، تخيل إنه لعبة تتسم بالعنف والسوداوية والجرأة والتقطيع والهبد زي ما قلت لكم، يضيفون لها شخصيات تتسم بالعنف والسوداوية والشر زي بيس ميكر وأومني مان وهوملاندر وغيره من الشخصيات. ياب الشخصيات اللي ذكرت اسمها قبل شوي راح تشوفها في مورتال كومبات. تخيل إيش بيسوي أومني مان داخل مورتال كومبات، تخيل إيش بيسوي هوملاندر داخل مورتال كومبات. وياب الشخصيات هذه راح تكون موجودة زي ما قلت لك، ولك أن تتخيل العنف اللي راح تشوفه داخل هذه اللعبة. وبالحديث كمان عن لعبة مورتال كومبات يا جماعة، شخصية بيس ميكر اللي راح تكون موجودة داخل اللعبة واللي هي مشتقة من عالم دي سي واللي قدمها الممثل والمصارع جون سينا راح يكون هو مؤدي الصوت تبعها برضو في اللعبة. باقي الشخصيات أومني مان هوملاندر ما أدري إذا نفسهم ولا لا، ولكن اللي رسمياً الآن بيس ميكر راح يؤدي صوتها جون سينا برضو. ومسلسل ريك أند مورتي الموسم السابع راح يتم عرض أولى حلقاته رسمياً في شهر أكتوبر من هذه السنة، وبالتحديد يوم 15 أكتوبر. أي انبسط يا وحش، ريك أند مورتي راجع. تدرون إيش الحلو في المسلسلات الكرتونية المصنفة للبالغين يا جماعة؟ إنه مهما نزلوا من حلقات، مهما حلبوا فيها، ما زال في فرصة إنهم ينزلوا حلقات ومواسم إضافية العشرة العشرين سنة قدام. الأفكار دائما مطروحة، الخيال ما زال جدا واسع، فعادي جدا إنك تشوف ريك أند مورتي مستمر لعشرة عشرين موسم إضافية زي سيمبسون. سيمبسون بدأ من التسعينات وإلى يومك ذا بينزل، فاميلي جاي بدأ من مدري متى وإلى يومك ذا بينزل، ومسلسلات كرتونية للبالغين مرة كثيرة. عموما الوعد يوم 15 أكتوبر إن شاء الله من هذه السنة. وفيلم ميج الجزء الثاني للبطل الرهيب والمميز وصاحب الكاريزما الخرافية واللي أنا شخصيا أحترمه جيسون ستيثم أصبح متوفر للمشاهدة بجودات عالية، تقدر الآن تروح تتابعه. طبعا دقيق قبل هذا كله الفيلم ما زال في السينما وجاب أكثر من 350 مليون دولار، وفوق هذا كله تقدر تشوفه الآن وبجودة عالية من التلفزيون، من البي سي، من اللابتوب، من الآيباد، من الجوال، بكيفك يا وحش. الفيلم صار بين يديك مشاهدة ممتعة. ومسلسل ريفردل، إن شاء الله أنا قاعد أقول اسمه صح، الشهير جداً إذا ما تعرفه بتعرف شخصياته، غثيثين في كل مكان يطلعوا لك في الانستغرام، البشر كلهم حاطينهم صور عرض ما أدري ليه. المسلسل بدأ من سنة 2017 وأخيرا وبعد أكثر من 130 حلقة، أو بالتحديد 137 حلقة، تم إنهاء المسلسل أخيرا. مسلسل تقييمه 6.5 من 10. كيف استمر لأكثر من 130 حلقة أنا مش عارف. حاولت أتابعه زمان، مرة زمان، ما قدرت، والله ما قدرت. ما هو شيء كده يحمسك إنك تكمله، حاجة تشوف أول 10 دقائق وتقفله على طول. ما في أي عوامل جذب في هذا المسلسل نهائيا. أنا آسف لكل الفانز، أنا آسف لكل العشاق، أنا مش جالس أغلط عليكم، أنا جالس أحكم على المسلسل. عموما المسلسل انتهى رسميا بآخر حلقة نزلت قبل كم يوم. وبوستر جديد للمسلسل الجديد والمشتق من عالم The Boys Gen V اللي راح يسلط الضوء على المراهقين، مش كتصنيف، إنما المراهقين داخل عالم The Boys، الأبطال الخارقين المراهقين، عكس The Boys اللي كان كله كبار وشياب ومعتقين. أنا ما أدري إذا المسلسل راح ينجح ولا لا، ولكن كونه من نفس عالم The Boys أنا شخصيا راح أعطيه فرصة وراح أتابعه أكيد، وأنا مؤمن إن شاء الله أنه راح يكون مسلسل ناجح، لأنه عالم The Boys صراحة عالم سوداوي وكئيب، وفي من الجرأة اللي تجذبك إنك تتابعه فعلا. عموما المسلسل قادم على منصة أمازون برايم هذه السنة، وبالتحديد في شهر سبتمبر أو في نهاية شهر سبتمبر، يعني إذا أنت تتابع الفيديو هذا وقت نزوله يعني شهر وشوية ونشوفه بإذن الله. والتريلر الرسمي والأول لفيلم زاك سنايدر الجديد ريبل مون واللي راح نشوفه على منصة نتفليكس وصل، وتقدر الآن تشوفه على اليوتيوب لو ما شفته، يعني بحط لكم لقطات منه هنا. أنا عارف تكلمنا عنه في الفيديو الماضي ولكن وقتها ما كان نزل التريلر فما حطيت لك منه لقطات، انا الحين بحط لك منه لقطات عشان تشوف التريلر وممكن تتحمس للفيلم لانه فيلم زاك سنايدر. كمون الفيلم راح ينزل في شهر ديسمبر وبالتحديد يوم 22 هذه السنة على منصة نتفليكس زي ما قلنا. وكعادة زاك سنايدر التريلر للأمانة مرة يبشر بخير، الأكشن جميل، المؤثرات جميلة، العالم مرة جذاب، ولكن هل راح يتوفق في الكتابة ولا راح يستمر زاك سنايدر في مشكلة الكتابة والكتاب اللي معه؟
معه، لأنه برضه نفس الكتاب اللي معاه في فيلم ريبل مون نفسهم اللي شاركوا معاه في أفلام سابقة. فأنا أعتقد من وجهة نظري يا زاك سنايدر، إذا تبغى تنجح غير جروبك، والله غير الكتاب اللي معاك، جيب كتاب جدد، جرب أنت إيش خسران. والله ترى مرة أحب زاك سنايدر وأتمنى له كل خير، مخرج عظيم وصمم قتالات مرة رهيب، إشرافه على السينماتوغرافي دائما ما يجيب نتائج مرة جميلة. ما يحتاج له بس كاتب، اعطوه كاتب كويس وشوفوا الشغل اللي بيطلع معه. واخيرا وختاما يا جماعه، نقفل هذا الفيديو باخر خبر عن مسلسل ون بيس الحي، واللي تفصلنا عنه ايام وساعات قليله جدا. المسلسل يا جماعه راح يتكون من 8 حلقات، مده كل حلقه تقريبا ساعه ساعه وشوي. المشكله يا جماعه انه المسلسل يعني بغض النظر طلع كويس طلع سيء، انا ما يهمني صدقا، كون انا قاعدين نتابع قصه ون بيس في جهه اخرى وفي جهه اكثر اصاله، ولكن المشكله ان المسلسل هذا سوى مشاكل كبيرة، والمشاكل الكبيرة هذه سببها لنا كقراء للمانجا. الله الدنيا لو جي صار قارئ لمانجا ون بيس، ايش عندك مشكلة؟ تعال اقرأ معانا حتفلها والله. عموما يا جماعة، المسلسل وصناعة مسلسل ون بيس الحي على منصة نتفليكس سبب مشاكل في جدول اودا. اودا نفسه هو صانع قصة ون بيس، سببت له مشاكل، صار عنده مشاكل، يوم يأجل لنا فصل، يوم يغيب مدري كم، يوم يأجل لنا فصلين، صايرة مشاكل كثيرة وكلها بسبب هذا المسلسل. ولكن هذه مي مشكلة، طالما انه الموسم الاول تم انتاجه واصبح صالح للعرض وما عاد يحتاج اي اشراف، فغالبا انه جدول اودا راح يرجع في الكتابة وراح يستمر في تنزيل الفصول الاسبوعية زي زمان. المشكلة تدروا وين؟ لو استمر المسلسل، لو نتفليكس قالت يا ابوي اسوي 10 مواسم من ذا المسلسل، ادفع 200 مليون 300 مليون لكل موسم ما عندي مشكلة، مع اني اشوف فكرة موسم ثاني مرة مستحيلة، ولكن هل لو استمر المسلسل الى مواسم جديدة هل راح يظل اودا يخبز ويعجن ويمكننا تأجيلات زي كده ولا كيف؟ والله مش عارف. انا ليش قلت لكم انه فكرة موسم ثاني مرة صعبة؟ مش لانه نتفليكس ما تقدر، نتفليكس يقدرون يخرب بيت ابليس ومعهم فلوس لين خلاص، ولكن لانه عالم ون بيس عالم خيالي جدا، واسع جدا من الخيال، وصعب جدا انك تقولب هذا الخيال داخل عالم حقيقي، مرة صعب. حتى لو قدرت، حتى لو سويت سي جي اي ابن 66 كلب، حتى لو حولت العمل حقيقي 100%، في النهاية الخيال اللي في عالم ون بيس ما يتسعه العالم الحقيقي، ما يصلح إلا يكون صور متحركة أو أنيمي أو قصص، ما ينفع إنه يكون أبدا عمل حي زيه زي كثير من القصص المصورة اليابانية وغيرها. أنا ما عندي مشكلة إنه المسلسل ينجح وأتمنى إنه ينجح، بس أتمنى صراحة إنه الموسم الأول ما يكون إلا مجرد الفكرة اللي في راس أودا. أودا يقول أنا أبغى بواسطة هذا المسلسل إني أخليه يصل للعالم، مع اني سبق وقلت لكم ون بيس اوريدي وصل للعالمية، ايش تبغى يوصل اكثر من كذا؟ فاتمنى انه فكرة اودا تكون كالتالي، انه يصنع مسلسل حي موسم اول مقدمة لعالم ون بيس، واللي تعجبه القصة ويبغى يكملها يروح يشوفها انمي ولا يروح يشوفها مانجا. اتوقع هذا افضل حل اذا كان هذا نفس التفكير اللي في راس اودا. اما اذا اودا تحول للتفكير المادي والزلط، والله انها بتصير مشكلة يا جماعة، وعز الله ون بيس ما بيخلص بعد 3 سنوات، بيخلص بعد 10 سنوات. اودا يقول انه القصة بتخلص بعد 3 سنوات، ولكن يعني حين نقول ممكن 4 إلى 5 سنوات، لكن لو صفقة نتفليكس استمرت صدقوني 10 سنوات قدام من قوة التأجيلات والتأخيرات إلين نقول آمين. ولكن خلونا نأمل ونقول يا رب إنه أودا فكرته فعلا تسويقية ومقدمة كذا بس، ينزل لهم المسلسل هذا واللي تعجبه القصة يرجع يشوفها في الأنمي أو يرجع يشوفها في المانجا. أتمنى إنه هذه الفكرة اللي في راس أودا، لأنه أودا في النهاية يا جماعة تعب 25 سنة وهو قاعد يكتب في ذي القصة، فما أتوقع إنه بيقصر في حق قصته. انه ينهي قصة ون بيس اكيد راح ينهيها، لكن متى ينهيها هنا المشكلة. نتفليكس راح تخلي اودا يتأخر في انهاء قصة ون بيس، فاتمنى انه نتفليكس تنزل الموسم الاول وتقول له شكرا يعطيك العافية، احنا سوقنا للمنصة والامور طيبة وانت سوقت لعملك، يلا كل واحد يروح في طريقه وكمل شغلنا في امان الله. ان شاء الله اتمنى، ليش لا. شكاشي الممثل اللي اسمه انيكي جودي اتوقع كذا اسمه، قابل اودا يا جماعه، راح اليابان وقابل اودا، تخيل يقلع ام الزحف. طبعا الناس كثير يقولون محظوظ، هو محظوظ فعلا، بس ترى هو اللي صنع حظ الادم، يسوى تجارب اداء، واودا شخصيا شاف تجربه الاداء وقال له انت ضحكتني انت تصلح تكون لوفي. فالولد مش محظوظ صدقا، يعني سبق وشارك تقريبا في 7 افلام من 2016، والولد يشارك في اعمال بسيطه زي كذا، فيا جاته الفرصه لين عنده واستغلها. تقدر انت كمان تصنع فرصتك، ما تدري مين تقابل بكرة من كتابك اللي تعشقهم. وانا اشك
ما بدخل في النيات، بس أشك إنه أنيكي هذا والله ما يدري إيش قصة أم ون بيس وما عرفه إلا بعد ما فاز بالدور، لأنه لو يعرف لوفي مظبوط كان شفنا أداء أفضل من كذا. ما أدري أداء اللي في التريلر لسه بسيط ما نقدر نحكم عليه. عموما وصلت الفكرة، ننتظر الفيلم أو ننتظر المسلسل عفوا، بينزل بعد كم يوم على منصة نتفليكس ونحكم بأنفسنا. أيا كان هنيئا لك، ألف مبروك، ما شاء الله تبارك الله، لا يصير في شيء الولد، بسم الله ما شاء الله. اوكي بريت ذمتي، ما لي شغل اذا صار له شيء. يعطيكم العافيه يا جماعه، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. هبلوا لايك، اشترك في القناه لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وديسكورد وتويتش، وكل مكان راح تلاقوا هذه الاشياء موجوده في صندوق الوصف. يعطيكم العافيه، كان معاكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.